الحقيقة احنا عندنا تحديات كبيرة، والوقت مش وقت لا تسجيل نقاط ولا عركة بلدي ولا يعني مش وقت استعراض خالص. احنا في وقت الحقيقة ان الكل يمد ايديه، وعندك ملاحظات هقول لك عندك ملاحظات بمنتهى الاحترام، وحضرتك لو انا كلمتك باحترام وكلام بيضايقك هتسمعني برضو على فكرة. بالظبط. لكن انا لو كلمتك كلام يضايقك بس كمان الاسلوب يعني، فاحنا عندنا اداء جاد ببدائل مبني على ورق وأوراق سياسية مقدمة، عندنا خبرات يعني فيها تكامل. لأن مين يا دكتور؟ يعني احنا عندنا ولدينا أيوه نادي مين؟ احنا ابتدينا بعشرين، العشرين دول كانوا لجنة العشرين، اللجنة التأسيسية منهم جزء أكاديميين، يعني عندنا دكاترة اقتصاد، يعني ممكن أقول لحضرتك أسماء لو تحب. طبعًا. عندنا الدكتورة شيرين الشواربي كانت عميدة اقتصاد وعلوم سياسية، عندنا الدكتور حسن الحيوان كان عميد إدارة أعمال في عين شمس، تجارة عين شمس، عندنا الدكتورة غادة موسى، عندنا الدكتور هاني الناظر بالجلدية، معانا سيادة المحافظ سيادة الوزير محمد عبد الظاهر كان محافظ اسكندرية ومحافظ القليوبية، عندنا أسماء كتير، عندنا سياسيين موجودين في الوسط السياسي بقالهم فترة طويلة، عندنا حسام علي، سوزان حرفي، عندنا دكتور محمد عبد المجيد، عندنا الكتلة كمان مفتوحة لمجموعة من السياسيين اللي موجودين في أحزاب، فعندنا ناس من حزب العدل، وعندنا ناس من حماة وطن، عندنا نواب سابقين شباب، جون طلعت ممكن تكون تعرفه كان في لجنة الاتصالات، المهندس جون طلعت، عندنا الأستاذ مصطفى جعفر سلمان نائب الوراق، وهكذا عندنا أسماء كتير أنا مش عايز أنسى حد. ده مش هيتعارض انتمائهم الحزبي انتمائهم للكتلة؟ لا لأن هي الكتلة هي كتلة ليبرالية بتطرح حلول وبدائل، احنا لسه احنا لسه مش حزب، ولو إن شاء الله انطلقنا إلى بس حزب طامحين ان شاء الله طامحين وعندنا خطوات ابتدينا فيها، هيبقى الحزب موازي للكتلة، الكتلة ستظل كيان يحتوي الجميع. احنا لما عرفنا الكتلة في البيان التأسيسي قلنا كيان ليبرالي الهوى، يعني نقدر نسميها الآن ثم بعد ذلك هي مبادرة، يعني مبادرة للحوار دائمة بتجمع أصحاب توجه. هقول لحضرتك ايه الهدف؟ الهدف الهدف انه انا مؤمن انه كل الكيانات السياسية اللي بتنطلق من احداث سياسية كبرى بتؤسس لنفسها من اول يوم. صحيح. لو تفتكر حضرتك حزب الوفد وتاريخ الوفد. صحيح. واحنا لما راح الوفد في بقى حدث اسمه الوفد. في حدث. فالحدث هو الحوار، فكتلتنا اسمها الحوار. طب هل الحوار حالة الحوار هتنتهي بنهاية الحوار الوطني؟ لا، دي حالة ممتدة. صحيح. مفترض ان هي تمتد. احنا بنجهز نفسنا ان احنا نستلم الحالة دي بعد نهاية الحوار الوطني الرسمي. ويبقى تأسيس للحوار في كل محافظات مصر بنفس الاداء، وترفع للسلطة وترفع للادارة وترفع للبرلمان كل الطلبات، يعني سنتبنى هذه الحالة في كتلة الحوار. موضوع حزب الحوار ده حزب هيتنافس سياسيا ليبرالي خطوطه واضحة بنأسس فيه، عندنا كمان يعني رؤية ان يبقى عندنا مركز دراسات اقتصادية وسياسية مكملة. كده اقصد ان في خطوات فعلية بدأت تتخذ في اتجاه الحزب ان يبقى في حزب الحوار. احنا خلاص خدنا قرار في المجموعة، احنا دلوقتي يعني الحقيقة عندنا طلبات كتيرة للانضمام، احنا دلوقتي دخلنا في 60-70 واحد، وانا بحاول ان احنا نعمل حالة من حالات الانتقاء برضو. انه يبقى التأسيس يعني منتقى لغاية ما نوصل للجنة المية، عندنا لجنة العشرين عايزين نوصل للجنة المية، دول هيبقوا مجلس الامناء. التطور للحزب الحقيقة احنا عايزين نعمل حالة في الحزب، عايزين نشتغل على التوكيلات، عايزين نروح المحافظات، عايزين نعمل حالة سياسية حقيقية تناسب الحالة اللي الدولة ابتدت فيها. الدولة ابتدت وقالت حوار وطني، يعني عندنا سياسة وأحزاب، يلا بينا نشترك جميعا. احنا عايزين نفعل الحالة دي في كل مكان، يبقى عندنا حزب حقيقي مش كرتوني مش ورقي، مش ملك رئيس الحزب، مش ملك رجل أعمال، حزب شعبي ولكنه ليبرالي. احنا شايفين ان الليبرالية المصرية اتقطعت من بعد ثورة 52، الامتداد ده اللي هو الامتداد اللي كان ليه علاقة بالاقتصاد والنهضة اللي كانت موجودة في مصر حصل، والدولة اتجهت اتجاه يساري واشتراكي في الفترة اللي بعدها. احنا عايزين نستكمل الليبرالية المصرية اللي هي ليها علاقة بعاداتنا وتقاليدنا بأصولها وقواعدها والتجليات بالظبط. والقطاع الخاص بقى، ويعني ما عندناش حتى عندنا كلام كتير على القطاع العام. انا امام سيادة الرئيس اتكلمت على ضرورة بيع القطاع العام في اسكندرية وضرورة التخلص من الاثقال اللي تعبت البلد. احنا مع سياسة ملكية الدولة بس مع حوكمة البيع. انا مبسوط على فكرة، الناس زعلانة ان دراسة الشركات اللي هتتباع متأخرة، لا انا سعيد جدا لانه تاخد وقتها طبعا تقييم الشركات وعايز الحاجة تتباع بسعرها. يعني احنا لما في التسعينات بعنا الحاجة بسرعة وقلنا الحاجة ما اتباعتش في سعرها زعلنا. طب الوقت لما واخدين وقت الناس زعلانه برضه. يعني انت شايف انه التاخير في ده شيء ايجابي؟
مهم جدا، لانه اولا بيظبط الورق عشان اللي يشتري ما يرجعش عليك انت، بتظبط الميزانيه والورق. في شركات كانت ملك الدوله، في شركات كانت بتتمتع بمميزات معينه، لازم تقلب ده الاوراق بعد كده ويبقى عشان تبيع حاجه منضبطه، لان انت اللي هتبيعه هو اللي هيخليك تبيع بعد كده. يعني التسويق ده من حسن المنتج اللي انت الراجل اشتراه، المستثمر عربي اجنبي لو اشترى حاجه ولقاها فاليبل تساوي القيمه بتاعتها، انت يشجع اخرين، بتاسس يعني يشجعه ويشجع اخرين بالظبط. كمان انا كمصري وكمواطن مصري اضمن ان ممتلكات الشعب بتتباع بسعرها الحقيقي، وان اجراءات الحوكمه اجراءات خدت وقتها. يعني دي مساله مهمه. طب انا في اكتر من ملف، خلينا ننطلق من مساله كتله الحوار. مجموعه من الشخصيات بتفكر، عندها ملاحظات، لكن هي بتسعى الى تقديم حلول. يعني لما بتتكلم مع النظام او بتتكلم حتى مع الناس هي بتقدم حلول. احنا داخلين على مشهد الانتخابات الرئاسيه، والقوى السياسيه بتتعامل معاه يعني تعاملين، تعامل جاد. ناس بدات تقول احنا هنقدم مرشحين وعندنا يعني تصورات وبرامج، وناس تانية بتقول انا مش هلعب الا اذا. الاول ترصد المشهد ازاي؟ انا شايف انه المسألة الحقيقة مش مقدرة حق قدرها يا دكتور. مصر دي بلد كبيرة، وانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر مش لعبة ولا هزار، ولا هي مراهقة سياسية ولا مغامرة سياسية ولا من باب التجريب. يعني كل ده لازم كلنا نبص له، نبقى باصين له وفاهمينه كويس. دولة مؤسسات، دولة كبيرة تقيلة، عندها تحديات كبيرة، لها عمق في المنطقة، كلام كتير يتقال مش هقوله كل الناس عارفاه. دولة بتدور على رجل دولة، يعني أو شعب بيدوروا على رجل دولة. هنا لا أقصد حد باسمه ولا بعينه، لكن أنا عايز رجل دولة، عايز مرشح فيرشوال. يعني عايز أقول لك إحنا في كتلة الحوار متبنيين مبدأ جديد في الانتخابات. إحنا عندنا عايزين في مرشح فيرشوال هننتخبه، هنحط مواصفاته وايه البرنامج اللي احنا طالبينه منه وهيعمل ايه. هو ده مرشحنا على فكرة، ان احنا نعمل حكاية عكسية، لن ننتظر البرنامج، احنا هنحط البرنامج اللي احنا شايفينه. ايه التحديات يعني الاساسية؟ يعني انت هنا مش بتلعب على الاسم، انت بتلعب على المواصفات. لانه الحقيقة مسألة الاسم، اولا هو مازال مفيش مرشحين، يعني الانتخابات ما اتفتحتش، في ناس بتعلن نفسها لكن دي مش ترشيحات نهائية. لكن بقول لحضرتك ان كتلة الحوار مش هتنتخب الا رجل دولة، حد قادر على قيادة المسيرة، حد عنده برنامج وحلول للتحديات المقبلة. واحنا كمان هنساعد في ده على فكرة، وممكن مرشح من المرشحين يتبنى مثلا الحلول اللي احنا هنطرحها، لان خلي بال حضرتك الحوار الوطني طرح حلول كتيرة جدا. فاحنا في سبيلنا دلوقتي ان احنا بنجهز للمرشح الفيرشوال ده برنامجه وصفاته وان احنا شايفينه ازاي وشايفين اداؤه ازاي. احنا شايفين ان المرشح انه لازم يؤسس لمرحلة سياسية جديدة.